بالتأكيد هناك ساعات قليلة فقط ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة أيضا. بالتأكيد هذا الفصل الدراسي بيعتبر فصل دراسي ليه طبع خاص، فصل دراسي صعب إلى حد كبير بعد طبعا أحداث العنف اللي احنا تابعناها جميعا في مختلف الجامعات المصرية في مختلف المحافظات في الفصل الدراسي الأول. هناك الكثير من الملفات التي لابد بالفعل أن احنا نضع أيدينا عليها، واللي هتكون في قائمة اهتمام وزير التعليم العالي الجديد في الفترة القادمة، مسألة كيفية تأمين الجامعات، أيضا الدور اللي هيكون ملقى على الأمن الإداري في الفترة القادمة، هناك إمكانية لعودة الحرس الجامعي مرة أخرى أم لا، وذلك وفقا للقرار اللي صدر من محكمة الأمور المستعجلة، بالإضافة أيضا إلى الحديث عن أو أنه تم بالفعل النهاردة توقيع بروتوكول للتعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي لتأمين الجامعات. ملفات كثيرة جدا متعلقة بهذا الموضوع، كيفية تأمين الجامعات المصرية في الفصل الدراسي الثاني. ضيوفنا الكرام الدكتور حسن عثمان نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الطلاب والتعليم، أهلا بحضرتك يا فندم. أيضا دكتور كمال جاد نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهلا بحضرتك. دكتور رابح رتيب بسطة الأستاذ بكلية الحقوق ونائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. برحب بحضراتكم. ملفات كثيرة جدا طبعا في موضوع في منتهى الأهمية في هذا الفصل الدراسي اللي ليه طبع خاص زي ما أنا ذكرت حتى في البداية. دكتور حسن، ما الذي تتوقع أن يحدث في الفصل الدراسي الجديد أو الفصل الدراسي الثاني في جامعة المنصورة، خاصة أنه طبعا كلنا تابعنا أن كان في أحداث عنف كبيرة جدا كانت بتحصل بالفعل في جامعة المنصورة؟ بداية أنا برحب هذه الدعوة الكريمة. أهلا بحضرتك. كما أشكركم على اهتمامكم بالجامعات والشأن الجامعي أيضا. الحقيقة طبعا بالنسبة لبداية الفصل الدراسي الثاني، حضرتك تعلمي يقينا أن كان هناك أثناء سير العمليات التعليمية بالفصل الدراسي الأول كان هناك بعض من الشغب والقلاقل والأحداث المؤسفة أسفرت إليه من تخريب وتدمير في بعض الجامعات. الحقيقة أن احنا احتوينا هذه الأحداث، احتوينا الطلاب بشكل أو بآخر. الحمد لله تم الفصل الدراسي الأول على نحو جيد جدا، امتحانات تمت على نحو جيد جدا، النتائج أعلنت للطلاب الأسبوع الماضي. طبعا احنا متوقعين ان يكون هناك مثل هذه الأحداث ومثل هذا الشغب، ولكن هناك استعدادات تامة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني أما الملف الأمني كما حضرتك ذكرت، يعني ده مهم. ولكن مسألة أن النتائج تعتبر نتائج طيبة، أعتقد أن ده يعتبر شيء إيجابي إلى حد كبير، يعني نتائج طيبة ومرضية جدا. هل تم مراعاة ما كان يحدث من أعمال عنف بتتم في مختلف الجامعات؟ وطبعا بنتحدث مع حضرتك بشكل خاص عن جامعة المنصورة في يعني الرأفة مع الطلاب بسبب أحداث العنف اللي بتشهدها الجامعة يعني، وبالتالي ظهرت هذه النتائج بشكل جيد. والله حضرتك النتائج ظهرت بشكل جيد. حتى وقتنا هذا ما فيش أي غضاضة من هذه النتائج. نعم. الحمد لله ما عندناش ما يؤرق الطلاب. بالنسبة لي ان احنا نراعي ان هناك احداث وهناك تخريب وهناك واثرت على العمليه التعليميه، اثرت على العمليه، ولكن الطالب بياخد حقه. الطالب بياخد حقه طالما طالب ملتزم ومنضبط. تمام. والطالب المجتهد هو اللي هياخد نصيبه من التفوق، والطالب المسيء للجامعه ومسيء لمنشات الجامعه طبعا باي ديفولت هو طبعا بيأثر عليه، لانه إذا كان بينشغل بهذه الأحداث وهذه التصرفات وهذه الممارسات المعوجة فبالتالي هينعكس على أدائه، ينعكس على تفوقه. فكل طالب بياخد حقه، كل طالب، لأن طبعا التصحيح بالنسبة لأعضاء التدريس بتبقى الورقة ما برقم سري،
فعضو التدريس ما يعرفش الطالب ده مين ولا هو اسمه ايه ولا اي حاجه، وبالتالي عضو التدريس امام ورقه بيتم تصحيحها وفقا لدرجات معينه، وبالتالي خلاص يعني ما يعرفش الطالب ده اسمه ايه ولا اي حاجه. كل طالب بياخد حقه وفقا لما تم الاجابه، كل ماده بيتم تصحيحها وفقا لدرجات ومعايير معينه. تمام. طيب سؤالي لحضرتك دكتور كمال عن استعدادات جامعة قناة السويس للفصل الدراسي الجديد. جامعة قناة السويس طبعا الحمد لله يمكن احنا اكثر او احسن حالا من بعض الجامعات المصرية. ما كانش فيه احداث عنف الحمد لله في جامعة قناة السويس. نعم. في الفصل الدراسي الاول. والفصل الدراسي الاول الحقيقة مر بسلام، واحنا الحقيقه كنا مستعدين حتى في الفصل الدراسي الاول للطلبه ان احنا عملنا نوع من التواصل مع الطلبه من خلال وسائل الاتصالات المختلفه سواء عن الانترنت، ودعوه الطلبه قبل الدراسه باسبوع تقريبا. وحصل لقاء ما بين الطلبه والساده الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه والساده النواب. تمام. والحقيقه كان لهم طلبات معينه ابتدينا ندرسها معاهم، ماذا يمكن تحقيقه ليهم كان حققناه فعلا في الفصل الدراسي الاول، وبالتالي الحمد لله فصل الدراسي الاول مر بسلام. بالنسبه للفصل الدراسي الثاني احنا حتى كانت فرصه الحقيقه خلال الاجازه الطويله لنصف العام ان يحصل نوع من التواصل للطلبه. احنا يمكن طلاب الهندسه كلهم عملوا المشروع بتاعهم خلال الفتره اللي فاتت، انتهزنا فرصه الشهر بدل ما يقعد في اخر السنه يعمل المشروع بتاعه. دعوناهم معاهم ازاي؟ حضرتك بنعمل في اولا اتحاد الطلاب الحقيقه متعاون جدا مع اداره الجامعه. تمام. بالاضافه الى زي ما بقول حضرتك احنا في الفيسبوك وفي موقع الجامعه بيتم دعوه الطلبه. تمام. وبيجوا ان شاء الله احنا يمكن هنبدا الفصل الدراسي الاول بمجموعه من الانشطه اللي تجذب الطلبه. الفصل الدراسي الثاني. الفصل الدراسي الثاني بمجموعه من الانشطه. يمكن الحمد لله هنبدا من ان شاء الله يوم 9 عندنا الاسبوع البيئي لجامعه قناه السويس. اللي بيحتوي على مجموعه كبيره جدا من الانشطه بتتمثل في ندوات، تتمثل في مشاركه الطلبه نفسهم في الزراعه والنظافه ودهانات بعض العبارات المسيئه اللي موجوده على الحوائط وهكذا. لان احنا يعني الطلبه في بعض مسابقات رياضيه وفنيه، ده يخلي الطالب لحد ما يعني حضرتك بناخد جزء من وقته مع في الانشطه، وبالتالي انت عارف حضرتك الطلبه برضو لحد ما يعني نقدر نقسمهم الى ثلاث فئات مختلفين. الفئه الاولانيه لها اتجاهات التدميريه والمظاهرات وخلافه. وهناك فئه يعني عكس ده تماما، والفئه الثالثه رايح اتعلم يعني اللي هو الطبيعي يعني. بالظبط. انه طالب انا رايح اتعلم بالزبط. فبالتالي طبيعي هو على فكره يا دكتور هو اللي احنا هو النوعيه الاولانيه دي الغريبه جدا الحقيقه على الجامعات المصريه يعني. وهناك فئه في النصف ما بين الاثنين هي الفئه العظمى اللي احنا بنحاول نجذب هذه الفئه، انك انت جاي تتعلم، انت في تقصير من اداره الجامعه في اي حاجه تعالى تواصل معانا وقول لنا ايه طلباتك واحنا بنحاول نحققها لك على قد ما نقدر. وبالتالي احنا اللي نجحنا في الترم الاول ان احنا نجذب هذه الفئه الكبرى ما بين الطرفين، وبالتالي عدى الحمد لله الترم الاول بكل سلام. احنا كان في تخللته طبعا بعض المظاهرات داخل الجامعه. بس احنا كنا محددين مسار للمظاهرات، لانه ممكن تطلع مظاهرات زي ما انت عايز، عبر عن رايك زي ما انت عايز، ولكن بدون الضرر بمنشآت الجامعه بشكل سلمي وبدون تعطيل الدراسه. وبدون تعطيل الدراسه. طيب دكتور رابح وحضرتك استاذ قانون يا فندم. نعم. عايزه اتكلم على الاتفاقيه او اتفاقيه التعاون او البروتوكول التعاون اللي تم توقيعه النهارده ما بين وزاره التعليم العالي ووزاره الداخليه والخاصه بتامين الجامعات. ايه الفرق بينها وبين عوده الحرس الجامعي اللي كانت محكمه الامور المستعجله اصدرت قرار بشانه؟ شوف حضرتك، هو اولا الحكم اللي صادر من القضاء المستعجل ده لابد من عرضه على المحكمه الدستوريه العليا، لان هناك حكم سابق من القضاء الاداري بعدم وجود الحرس الجامعي. تمام. وده اجراء قانوني سوف يتم اتخاذه. والحقيقه يعني انا من وجهه نظري القانونيه والواقعيه ان وجود الحرس الجامعي مهم جدا وثبت اهميته، مفيش شك ومفيش كلام ومفيش جدال. يعني ليه؟ لان احنا عندنا الحرس الامن الاداري زي ما حضرتك ذكرتي قد لا يكون مدرب،
قد لا يكون أخذ التدريبات الكافية للأعمال الأمنية. تمام. إنما الحرس الجامعي لديه القدرة وثبت بالتجربة الحقيقية إن هو يعني إن هو ملوش دور فعال في تأمين الداخل بالضبط. ليس زي ليس مثل الحرس القوات الأدفات أو شغب يمكن أن تدور بمنشأة الجامعة أو الطلاب أيضا فيستطيع رئيس الجامعة أن يحيل إلى يعني المجلس تأديب فورا وأيضا يمكن رفض الطالب رفضا نهائيا. صحيح أن من حقي أن يستأنف ومن حقي بعض الإجراءات لكن هذا أيضا أضيف. وأن كنت برى أن الجامعة باعتبارها جزء من المجتمع أيضا ممكن أن يطبق قانون العقوبات. قانون العقوبات به من المواد الكثير التي تجعل أن هناك استتباب للأمن أو من يخطئ أو من يرتكب جرما ما سواء جرم في حق الطلاب في حق أرواح في حق بشر في حق منشآت يستطيع أيضا أن نطبق عليه قانون العقوبات باعتبار أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع. الجامعات فيها قيادات إخوانية كتير يعني لا مش قيادات إخوانية لكن بها طبعا لكن لم تحدث فيها لا يعني أي وقائع من وقائع حصلت في الجامعات. تمام. كان يحدث أن بعض التظاهرات من الطلاب كان يتم احتواء هذه التظاهرات فورا قيادة الجامعة الحقيقة باحتواء الطلاب نظر في متطلباتهم النظر في إذا كانت هناك مشكلات ويتم معالجتها فورا. وبالتالي أيضا يمكن كما ذكر الأستاذ الدكتور كمال عندنا برضو اتحاد طلاب متعاون اتحاد طلاب أيضا كان بيكون لي دور في إذا كان هناك البعض من الطلاب يريد بعض الشعارات بعض الهتافات لكن كانت في وقتها يتم إخمادها وفي وقتها يتم أيضا دون أي لم تحدث أي يعني وسائل من الشغب إطلاقا يعني وده الحمد لله يعني. طيب الحمد لله. وإحنا بنتكلم على أنه جامعة بني سويف وأيضا جامعة قناة السويس ما كانش فيها أحداث عنف ولا أحداث ساخنة زي اللي إحنا كنا بنشوفها في معظم الجامعات ومن بينهم الحقيقة جامعة المنصورة. هل سبب اشتعال الأحداث اللي كانت في جامعة المنصورة في الفصل الدراسي الأول دكتور بسبب أنه في برضو عناصر إخوانية كتير موجودة في جامعة المنصورة؟